يا هلا ومرحبا حياكم الله جميع كثير من الناس يسألوني كيف استخدم الرقائق العود رقائق العود في طريقتين اساسية لازم الواحد ينتبه عليها اول شيء يفضل تكون كسر صغيرة ثاني شيء الجمر يكون مرمد يعني هذا يعتبر حار تخلها خمس دقائق عشر دقائق لين ما تصير فوقها رماد ثم تحط عليها الكسرة ثاني طريقة ال شو اسمه تكسر الكسرة كسرتين أو تاخذ لك مثلا طبقتين من العود وتحطها فوق بعض طبقتين ثلاثة كل ما تكون طبقات أكثر كل ما يكون أفضل هنا عندنا ثلاث طبقات بحيث إنه يصمل معك ويستمر فترة أطول ويمديك تبخر ويمديك تستمتع بالريحة بطريقة أفضل ما شاء الله تبارك الله شوف الزبد كيف رائحة جميلة 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 لا تفوتكم يا جماعة الخير لا تفوتكم رقائق العود الفيتنامي من فنجان عود شيء عالم ثاني حياكم الله جميل